بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. يوم جديد من ايام الاستوديو التحليلي وتغطيه خاصه لمباراه الكبار، مباراه الاهلي والترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب الاهلي والسلام. طبعا كلنا فاكرين ان مباراه الذهاب كانت في ملعب رادس، والنادي الاهلي فاز زي ما حضراتكم فاكرين 1-0 بهدف احرزه محمد شريف في لقاء قدم فيه النادي الاهلي اداء طيب على المستويين الفني والتكتيكي تحت قياده العظيم بيسو موسيماني. فعلا مباراه نقدر نقول عباره عن نهائي مبكر، يمكن الجميع زمان توقع ان النهائي يكون بين الاهلي والترجي او الاهلي والوداد، وان الصدام جاي، ولكن الصدام كانوا متوقعينه في النهائي، انما قبل النهائي جت زي ما تكون نهائي مبكر مش قبل نهائي. القرعه جعلت الصدام بينهم بدري شويه. مباراه بين كبار القاره، الاهلي الزعيم وصاحب الارقام القياسيه، النادي الاهلي صاحب جميع الارقام القياسيه. النادي الاهلي لما بيحطم رقم بيحطم الرقم بتاعه، يعني النادي الاهلي لو بصينا على اصحاب لقب بطل القاره الافريقيه نلاقي ان النادي الاهلي كسب 9 مرات وبيبحث عن العشرة ان شاء الله جايه، ان شاء الله جايه، لان النادي الاهلي هو الكبير دايما، النادي الاهلي هو ان شاء الله المنتصر دايما.